بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذا يخونا كدا أباحي يعني قال لي السلام عليكم يا مختار، وضح لي من فضلك كيف نفرغ الهواء كتابيا أو مساج، جاوبني من فضلك. هاو باش نجاوبك يعني بالفيديو أفضل، اللي هو يعني يحكي عن الهواء متاع الأبياس أو معاش الحسيب بصفة عامة. طبعا بعد ما نصب الزيت في البوتاج نتاع الفران، اذا كان احنا بدلنا مثلا ABS، كان بدلنا ABS مثلا هذا، كان بدلنا ABS مثلا مثل هذا، يعني اسهل طريقه باش ما تضيعش عليك الوقت هو كونها تخلي يعني التيبات هذوما الشعب كلهم تخليهم مرخوفين شويه، كل واحد دورة كلهم، وتصب الزيت في البوتاي هذيك اللي هي هذه، وتنفخ هنا، تحط فمك هنا وتنفخ، تحط فمك هنا وتنفخ لين يخرج منهم كلهم الهواء، يعني كلهم، وكل ما تنقص الزيت زيدها، يعني تنفخ بفمك، يعني مش لازم تنفخ حتى بحاجة أخرى. او بالنسبه لل او من غير نفخان واحده يخرج هو زيت بشوي بشوي، يخرج واحده لكن ياخذ وقت شويه. انت اللي تشوفها ما عادش فيها البابيج نتاع هواء، ما عادش فيها كابيل، تبدا تربطها بالواحده، او تربطهم كل مره واحده، ومن بعد تفتح بالواحده وتنفخ، تفتح بالواحدة تنفخ لين يولي فيهم معاش فيهم هواء كلهم، وقتها تتنقل للعجلات، يكون عندك زيت الفران مليان تمشي للعجلات اللي هم هذوما هنا فيهم البرجير، هذا اللي فيهم تفتح منهم الهواء. واحد يبمبي لك من وسط السيارة، يعني ينزل عدة ضربات على الفرام، على الفرامل، على شرط لازم يشيل رجله بالكامل، مش يخلي رجله فوق البيدال فوق الدعسة، لا يشيل رجله بالكامل وعاود ينزلها، يشيل رجله بالكامل وعاود ينزلها، يشيل رجله بالكامل وعاود ينزلها، لين يحسها هكا شويه ولا مكبوس او كساح شويه، ينزل وانت تفرغ الهواء من هنا. كيفاش تفرغ الهواء من هنا؟ يا دوب يعني تفتح نص فتحه مش فتحه كامله، وتعاود تسكر، وهكذا لين يولي معاش فما هواء في كل العجلات كلهم هكاك. إذا كان حسيت الفرامة ما تحسنش أنت، تولي تمشي بها يعني نهار، إذا كان الفرامة يعني نص تمشي بها نهار، إذا كان أنت لأن فما ماكينة خاصة للبيرج نتاع الفرامل هذه اللي فيها الأبياس، تولي تمشي بها يوم كامل، ترد بالك تكون الفرامل يعني على الأقل تكون تمسك، وتعود لها بيرج من غدوة في العجلات فقط، مش لازم الأبياس. في العجلات فقط من مكان هذا، كان هي فتاة وكان في ريدو تلقاها من تالي، اللي هي البيرجير نتاع الزيت هذاك، يعني هذه العملية سهلة ومش صعيبة، يعني يوسع بالها شوي الإنسان لأن فيها شوية صعوبة. إذا كان هو يحب أسهل ممكن يهزها، فما ماكينات يفرغوا الهواء بالماشين أو بالماكينة أو بالآلة، يسموها بيرجير او يسموها مفرغ الهواء، هذيك في لحظه يفرغ له الهواء ويرتاح. هذا الامر ببساطه، ما فيش مش حاجه كبيره العمليه، يعني باش تحط فيها شويه الفران ديما بزيت وتفتح عظامها كما قلت لك، يا اما تخليه مفتوحين مثلا ليلة كاملة، أو أنت إذا كانك أنت مستعجل ولا كذا تحب ترقد ولا ترتاح، تفتح الفوقانيين فقط هذوما الأجناب خليهم مسكرين مبدئيا، تفتح الأربع الفوقانيين هذوما نص فتحة وتخلي فيهم زيت الفران ليلة كاملة، الصباح تلقاها عملت بير لوحدها، أو تعمل زي ما قلت لك من الأول، هذه أسهل طريقة. إن شاء الله تنفعكم حاجة كيما هذه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.